خلاف بين أهل العلم على اختلاف مذاهبهم أن هذا الشهر يعتبر سيد الشهور. اللهم إلا ما ورد من خلاف، هل العشر الأول من ذي الحجة أفضل أم العشر الأواخر من رمضان؟ فقيل هذا وقيل هذا، وقال بعض أهل العلم أما الليالي فالعشر الأواخر لأن فيها ليلة القدر، وأما الأيام فالعشر من ذي الحجة لأن فيها يوم التروية، ولأن فيها يوم عرفات، ولأن فيها يوم العيد وهو يوم الحج الأكبر. لكن أما هذا الشهر فهو أفضل الشهور وسيدها بلا خلاف، ففيه أنزل الله القرآن، وهذا بنص القرآن. وإن كان ابن عباس رضوان الله عليه فسره لأنه أنزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل خلال 23 سنة من بداية بعثة سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله إلى انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فقد جلس في مكة 13 سنة، ثم هاجر إلى المدينة فجلس 10 سنين، فكانت المدة 23 عاما والقرآن فيها ينزل. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ولأن القرآن نزل في رمضان، فقد جاء عن ابن عباس رضوان الله عليهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فهو شهر نزول القرآن وشهر قراءة القرآن وتدارسه، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كما أنه شهر الإحسان إلى عباد الله المستحقين، فقد كان أجود بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. وأنا بالمناسبة أقول: وفي هذه المحافظة التي أتى إليها الناس من كل فج عميق ليأمنوا على أنفسهم من مناطق متعددة ومحافظات كثيرة، أتوا إلى هذه المحافظة فهم بأشد الحاجة إلى تعاون المحتاجين. وليس ببعيد على الجهات المسؤولة، فقد كان بالأمس الأخ المحافظ حفظه الله يدور على جميع المطابخ، ومنها أننا التقينا معه في جوار مسجد الرحمن في المطبخ البيحاني، يطلع بنفسه على المؤسسات الخيرية والأعمال الخيرية التي ينقذ الله بها المحتاجين القادمين من مناطق شتى. هذا هو شهر الجود. أيها الإخوة، أيضا هذا شهر الصيام كما سمعتم في الآيات، وقد قال العلماء أن الصيام تدور يعني كان في الفرض تدريجا، فكان الصيام العشر يعني عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة صلى الله عليه وعلى آله وجد بني إسرائيل يصومون العاشر من محرم، فقال: نحن أولى بموسى منكم، فكان صيامه واجبا ثم أصبح مستحبا فقط. وكانت الصوم أيضا بالتدريج، هذه طبيعة الشريعة، في التحريم أو في الوجوب بالتدريج، حتى يؤخذ الناس خطوة خطوة، لأن للناس أعرافا وعادات من الصعوبة تركها إلا بعد تدرج. المهم، هذا الشهر هو شهر الصوم وشهر القيام وشهر الصدقات وشهر الإحسان، وفيه ليلة هي ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ما يقرب من 84 عاما تقريبا. ونحن أعمارنا كما ورد عن سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال: أعمار أمتي من 60 إلى 70، وقليل من يتجاوز ذلك، لكن من أحيا هذه الليلة بقيام ودعاء وقراءة وتعبد كأنما أحيا هذا العمر كله، فهنيئا له. أيضا المطلوب في هذا الشهر تأليف القلوب، وليس فقط مع الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين يأخذون حجمهم، لكن أيضا بين الجميع، فمن ينشر الشحناء والبغضاء وأسباب الحرب والفتن هذا يتحمل الآثام المتعددة. نعم، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يفتن بين الناس ويسعى بالنميمة للفتنة فهذا مفسد، وليمسك ليس له أن يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات في النهار ثم يفطر بالحرام في الليل. يجب أن نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أما هؤلاء الذين يثيرون الفتن بين الناس فإنهم مفسدون في الأرض. فقد مر النبي صلوات الله عليه وعلى آله على قبرين يعذبان، فقال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. معنى هذا أن الذي يمشي بين الناس بالنميمة وينقل الأخبار من هذا إلى هذا هذا مفسد وإن كان صادقا. يعني لو سمع إنسانا يقول عن إنسان شيئا ونقله حرفيا وهو صادق يعتبر هذا فتانا، بينما يجوز لي أن أكذب أو لك أن تكذب كذبا من رأسك لتصلح بين الناس. فإذا ذهبت وقلت لفلان والله فلان هذا يثني عليك وقد يعني هو في غاية الشوق إليك وأنت كذاب بهذا الكلام، وتذهب للآخر بنفس الكلام، هذه من القربات إلى الله لتؤلف بين القلوب. فالكذب في حالات معينة ومنها الصلح كما بينه النبي صلوات الله عليه وعلى آله. عموما هذا لقاء مبارك وليالي مباركة وأيام مباركة، فنسأل الله أن يوفقنا للإخلاص وللعمل الصالح من صيام وصدقة وقراءة وتعبد وإخلاص وسعي لتأليف القلوب بين هذه الأمة، وللحفاظ أيضا على الأمن في هذه المحافظة التي تميزت بهذا عن غيرها، فكانت محافظة سلام، وهذا بفضل الله ثم بجهود الأخ المحافظ ومن دونه من المسؤولين والعلماء والوجهاء، فلنحافظ على هذا الخير الذي يتمناه الناس في المناطق الأخرى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله أن يغفر للجميع. وعليك السلام ورحمة الشيخ الفاضل الشيخ محمد المهدي الذي استمع